سيلف لوف از ا ماسل اند يو ترين ات. هي ليتلي عضله زي اي عضله تانية في جسمك. انت لازم تتمرن عشان العضله دي تقوى, ولازم تمرن العضله دي كل يوم عشان العضله دي تبقى مكمله معاك. So how do you show yourself love and how do you give yourself time and capacity and energy? انا هقول لك الاكسبيرينس بتاعي, والاكسبيرينس بتاعي ده والترانزليت عندك بطريقه ثانيه خالص. الاكسبيرينس بتاعي هو اني بدات في لحظه بعد لما اكتشفت ان انا كنت بقارن نفسي بناس كتيره بلا 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 بلا, اكتشفت ان ماشي تعالى ناخد خطوتين لورا, نقول يعني نصلي على النبي ونهدى ونقول ايه طيب انا حاسس اني نفسي اكون مين. فسكت بدأت افكر, لقيت ان انا نفسي ابقى شخص بيحب الناس, لقيت ان انا نفسي ابقى شخص ناجح, لقيت ان انا نفسي ابقى شخص مبسوط, ولقيت ان انا نفسي ابقى شخص خلي باله من صحته خلي باله من جسمه, لقيت ان انا نفسي ابقى شخص لذيذ فشخ والناس بيحبوا يبقى الشخص ده موجود معهم في القعده عشان هو بيحلي القعده. لقيت حاجات كتير قوي, فقلت اوكي let me start becoming the best possible fucking version of myself. And how do I do that? I do that by giving myself time, giving myself love, and actually doing it. فلقيت مثلا ان انا عايز ابقى شخص بيخلي باله من جسمه ومن صحته, فبدأت اتمرن وبدأت انزل الجيم تاني وبدأت انتظم اكتر على البروجرام اللي انا كنت ماشي عليه, فجسمي بدأ يتحسن, صحتي بدأت تتحسن. فانا كيوسف بدأت احس ان انا اوكي I'm doing well, I'm doing better, وبدأت احس ان انا بحب نفسي اكتر, او ان انا على الاقل بدأت احب نفسي اكتر من الاول. بدأت اقول لنفسي ماشي انا عايز ابقى شخص مبسوط. طيب ايه الحاجات اللي تخليني مبسوط؟ انا عارف ان المزيكا مثلا بالنسبة لي حاجة بتبسطني فشخ, فبدأت والله عظيم يعني على قد ما الموضوع ده تافه, بدأت اعمل بلاي ليست على تليفوني وكل بلاي ليست بمود معين. هي بجد موضوع في الحاجة, حتى في الحاجات الصغيرة دي بعمل بلاي ليست لمود معين. فعندي بلاي ليست لمود الجيم, وعندي بلاي ليست ثانيه لمود ان انا سايق بالليل وفتح الازاز والهواء داخل وبتاع, وعندي بلاي ليست ثالثه لمود اني مود بقى رقص ويلا هوبا سكالوبا الكلام ده كله. فرحت اعمل بلاي ليست وبدات ان انا وانا بسمع البلاي ليست دي يا معلم لا I'm vibing, انا مبسوط, انا اللي هو I'm in a good mood. بدات طيب انا ايه تاني بحبه؟ بحب فشخ العب رياضه مع ناس, العب رياضات جماعيه. فنزلت بدأت ألعب كورة, بدأت ألعب باسكت, بدأت ألعب بادل, بدأت ألعب حاجات كتيرة قوي. واللي هو وعشان بدأت أعمل الكلام ده فبدأت نتورك مع ناس أكتر, فلما بدأت أتعرف على ناس أكتر بدأت أخرج مع ناس أكتر, فبدأت ألاقي ناس مختلفة عني, بدأت أهزر معهم, فبدأت القعدة تبقى لذيذة. فهو سبحان الله كل حاجة بتلينك مع الحاجة اللي قبليها. ف my journey with self love is still very early. يعني أنا أقدر أقول إني بجد لسه ببدأ أتعلم يعني إيه أحب نفسي وأتعلم يعني إيه true self love. بس اللحظة اللي أنا بدأت فيها بجد أعلم نفسي إزاي أحب نفسي, حاجات كتيرة قوي تغيرت. أصلا كلامي مع الناس بقى مختلف, كلامي مع اللي حواليا بقى مختلف, عشان أنا دلوقتي الواحد بيبقى عنده كم حب يديه مرعب. عارف ليه؟ عشان انت مش حاسس ان انت ناقص, يا معلم. انت من جواك بتحب ليه؟ عشان انت حاسس انك محبوب, حاسس ان انت بتحب نفسك, انت حاسس ان الشخص اللي انت بتشوفه كل يوم في المرايه ده انت بتحبه, ده شخص لذيذ فشخ عادي. النهارده الشخص ده صحي مبدون وفي يومه اتقفل ويعني لعن ابو القرف, مش مشكله عادي. عارف هتعمل ايه؟ ترجع البيت تقعد مع نفسك, ترجع من البيت تقعد مع الشخص اللي انت شايفه في المرايه ده, وواحده هتبدا تتعلم. طب ماشي, انا لما مبدون بحب اتفرج على نتفليكس, لا انا مبدون بحب انزل اجري, بحب اكلم حد انا بحبه, بحب اقعد مع نفسي واكتب وميديتيت, ايا كان بقى البروسيس بتاعك انت ايه. بس سيلف لوف از ا فوكينج سوبر باور, وهتحطك في مكان تاني خالص. And that is literally what I would recommend. I would recommend diving deep into
loving yourself. تاني كلام حلو كلام جميل بس الكلام رخيص. ف انا مش هقول لك اكشن بلان تعملها عشان مش هقدر اديك خمس حاجات تعملهم عشان تحب نفسك اكتر، فاهم قصدي؟ بس في نفس الوقت اللي اقدر اقوله لك هو ان خليها افتكر بس ان سيلف لوف از ا ماسل، فهي دي عضله وعضله لازم تقويها كل يوم. وعادي هيبقى عندك يوم وحش ويوم تحس ان انت منيل بستين نيله ويوم تاني تحس ان انت بوم هو ده وانا الدنيا حلوه. في جميع الحالات انت بتعود نفسك انك تحب نفسك. واحده من الحاجات اللي هتفرق معاك فشخ هو بطل تتكلم على نفسك باسلوب قذر. من الاخر الكلام الوسخ اللي انت بتقوله على نفسك بطل تقوله. انا تخين، انا صوتي وحش، انا مش لذيذ، انا بدون، انا الانرجي بتاعتي وحشه، لا انا ما اعرفش العب اللعبه دي عشان اصل انا ركبتي وجعاني وما بعرفش اجري. الكلام اللي هو وده كلام ايزي. في بقى ناس اللي هما بيخشوا ان لا 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 انا ما بقدرش اطلع على المسرح عشان بتوتر جدا، او لا انا ما بعرفش اطلع اعمل برزنتيشن عشان انا اصلا ما مش شخص بيعرف يعمل برزنتيشنز. لا يا معلم، هو انت شخص بيعرف يعمل برزنتيشنز، انت بس تقتنع ان انت بتعرف تعمل برزنتيشنز وعادي هتطلع اول 10 مرات هتخيش، المره ال 11 هتبقى فاجر، فاهم قصدي؟ فاول حاجه من وجهه نظري فتح كلام، بطل تتكلم على نفسك باسلوب وسخ، بطل كفايه. اتس فوكينج يو اب and it's a self-fulfilling prophecy. يعني ايه؟ يعني لما انا كيوسف بقى يقول ايه، ما هو انا فاشل غصبا عني هبدا اتعامل كاني فاشل فهفشل، بس لو انا جيت قلت انا ناجح ممكن افشل مره واثنين وثلاثه، بس حتى المايند سيت بتاعتي طريقه تفكيري عن الفشل ده هيكون طب حلو قوي، انا اديني اتعلمت اهو وهفشل تاني فهتعلم تاني والمره الثالثه هنجح. ليه؟ عشان ما هي مهنكه كده هنجح. ليه؟ عشان ده المينتاليتي اللي عندي، انا شخص ناجح، والشخص الناجح بيعمل ايه؟ بينجح. الشخص الفاشل بيعمل ايه؟ بيفشل. فبطل تتكلم على نفسك بطريقة وسخة. اتنين، ابدأ خلي بالك من نفسك في الحاجات الصغيرة. يا معلم لو على ان انت بتحب ترجع كل يوم سنة بدري عشان تستحمى مية مولعة كده، تخلص تاخد كوباية شاي بتاعتك وتقعد في البلكونة وتشايش، لوز، ارجع يا معلم بدري عشان تعمل الحتة دي، حتى لو هتأثر في حاجة تانية، حتى لو هتأثر مع شباب صحابك مش هتنزل تقعد معهم على القهوة، مش مشكله. لو انت عارف ان انت بتحب تنزل مع الشخص الفلاني ده عشان انت بتحبه بس في ناس تانية بتضايقه، يلعن ابو الناس التانية، انزل مع الشخص ده عشان انت بتحبه عشان دي حاجه بتبسطك. فانت بتبدا تخلي بالك من نفسك واحده واحده. تالت حاجه، ما تضغطش على نفسك ان انت تبقى شخص مثالي، عشان انت عمرك ما تبقى مثالي. You could be perfect today but you're not gonna be perfect tomorrow. والperfect بالنسبة لك غير خالص perfect بالنسبة لي. فأهم حاجة هو ان انت تعمل اللي عليك، انت كشخص، انت كبني آدم، انت موجود، كل اللي انت محتاج تعمله هو ان انت تعمل اللي عليك. فواحدة واحدة بتبدأ تعلم نفسك ازاي تحب نفسك. زي بالظبط لما بتخش في ان رومانتك ريليشنشيب وتتصاحب على واحده وبقى بتبدا تتعلم ازاي تحبها، بتبقى عارف مثلا ان انت عاده بتحب تجيب هدايا كتير قوي، فانت بتجيب لها هديه مره واثنين وثلاثه، بس بعد كده يعني بتكتشف ان هي مش دي الطريقه اللي هي بتحس بيها ان انت بتحبها. هي بتحس ان انت بتحبها جدا لما تفضل قاعد معاها على التليفون لحد الساعه 2 بالليل، فبتروح عامل ايه؟ بتروح معود نفسك ان انت تقعد معاها على التليفون لحد الساعه 2 بالليل. فانت بتبدا تعلم نفسك ازاي تحب نفسك، ويا معلم it's such an amazing fucking journey. عشان انت بتتعلم هبل بقى، تتعلم انت بتحب ايه، انت ما بتحبش ايه، ايه الدخلات بتاعتك الصح، ايه الحاجات اللي انت لما بتعملها بتحس في ساعتها ان انت الانرجي بتاعتك احسن، ايه الحاجات اللي انت لما بتعملها تحس ان انت بضنت، فاهم قصدي؟ فهو experience كامل. تبدا بقى تتعلم مين انا،